المسيحيون العرب والكلدانيون كانوا يسكنون النجف الأشرف قبل أكثر من 1800 عام في منطقة الحيرة القديمة عاصمة دولة المناذرة التي تبعد عن مركز المحافظة حاليا نحو 50 كيلو مترا جنوبي غربي النجف. مملكة الحيرة العربية المسيحية ظهرت على الضفة الغربية للفرات في منطقة الكوفة حاليا، وكانت حدود هذه المملكة تمتد من بلاد بابل على الفرات إلى تخوم الخليج العربي. تأسست المملكة عام 268 ميلادي بحسب المؤرخين. في المنطقة عدد كبير من الكنائس والقصور، ما زالت النجف تحتفظ ببعض الآثار منها. في الوقت الذي كان الصراع بين الدولة الساسانية والدولة البيزنطية، كانت هذه المنطقة ذات سكن في هذا الجانب وبعد حضاري أيضا. كما هو الحال في نينوى القديمة ومناطق كردستان آنذاك، اشتهر المذهب النسطوري في مملكة الحيرة نسبة إلى نسطوريوس الذي كان أحد أبرز رجال الدين حينها. لا تقتصر الحيرة على الممارسات الدينية، بل كانت مدرسة للخط الحيري والهندسة الحيرية التي تميزت بطراز هندسي خاص عرف في العراق والعالم. هذه المدينة عرفت بالديانة المسيحية التي دخلتها بعد 420 ميلادية. لا تقتصر الأديرة للمسيحيين على الممارسات الدينية وإقامة شعائر دينية، وإنما أيضا هي مدارس للتعليم. وتشير مصادر إلى وجود قصور وكنائس وأديرة تعود إلى ما قبل الإسلام، كانت تستخدم للعبادات والممارسات الاجتماعية المختلفة. ويطالب المهتمون بالآثار والتاريخ بإرسال بعثات تنقيب إلى هذه المناطق، لأنها جزء مهم من حضارة العراق، مهدا ثقافيا وعمرانيا لظهور الكوفة والمدن الأخرى في العصر الإسلامي. من النجف، حسام الكعبي، يو تي في.